الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر يترأس الاحتفال باليوم العالمي للسلام ممثلا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موغنا جومينتا يختتم الورشة الخاصة بالمصادقة على التقرير الختامي لدمج المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ترأس صباح اليوم الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر ممثلا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي ترأس أعمال الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يحتفل به في 21 من سبتمبر كل عام. كان ذلك بحضور بعض أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد. تقرير الحسين النور يوسف. بمشاركة ممثلي مختلف الفئات الأمورية للمجتمع التشادي في قاعة الاتحاد الأفريقي بفندق الراديسون بلو، تم إحياء مناسبة اليوم العالمي للسلام الذي نظمته وزارة المصالحة الوطنية والحوار بالتعاون مع بعض من شركاء البلاد. بدأت المناسبة بعرض مسرحية تحذر من قسام الأطفال وتفاقمه حتى يشمل البيوت والمجتمع، حيث أوضح ممثلو الأطفال في كلمتهم بهذه المناسبة بالحديث وعبر اللوحات المرسومة بأن الأطفال في تشاد يريدون السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد، كما أفادوا بأنهم يريدون تشاد واحدة مزدهرة. ممثل منظمة الأمم المتحدة بهذه المناسبة أشاد بالخطوات الثابتة التي تسير عليها حكومة الفترة الانتقالية بتشاد من أجل تحقيق السلام، مجددا التزام الأمم المتحدة لمساندة البلاد للوصول إلى بر الأمان. وزير المصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر ممثلا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بهذه المناسبة أوضح بأن البلاد تحيي اليوم العالمي للسلام دورة 2022 في وقت يتحاور أبناؤها منذ 20 من أغسطس المنصرم من أجل توطيد ثقافة السلام والعيش المشترك، لذا شكر كل شركاء البلاد على مرافقتهم لتشاد نحو تحقيق ذلك. شكر موجه طبعا إلى فخامته السيد غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي بذل ولا زال يبذل جهودا كبيرة في دعم وإرساء السلام في ربوع المعمورة وخاصة في إفريقيا وفي تشاد. اليوم العالمي للسلام يحتفل به في 21 من سبتمبر لكل عام منذ أن خصصته منظمة الأمم المتحدة في العام 1981. وفي ذات السياق، قدم صباح اليوم رئيس جمعية أفرو بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من سبتمبر كل عام. قدم في بيانه رسالة السلام والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع. نتابع في ميكروفون الزميل بحر الدين عبد الشافي الدود. Association pour l'historiographie picturale des grandes figures afroda gagne ici kubaratana afrique dol ou al gai fi amérique dol fi anti wala fi europe wala asie da ana min zaman gagne ici ou ya tout anam dessin anam fi peinture ou kid me da gagne ici foga sensibilisation les jeunes dol kali et tabou kubarat dol ou et c'est kid me fi paix. C'est une exposition à tableau d'eau. Coup de tableau en réconciliation, en paix d'eau. Je suis fou, il y a Mounir Amitiala, Talino Manu, Yato, Kelud Bital Digel, Mandela, le président centrafricain, ou Orugal, Nas Kouluda, quand tu suis Nadem da, Nadem Bas. Il y a une réconciliation, les avenir en Ayal. Coup de d'eau, paix, fi, Nadem, ouai, normalement, ne faites ça, paix, les deals d'Anana. التقى اليوم وزير التنمية الزراعية عمر بن داوود التقى الأمين التنفيذي للجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف بالساحل سيلس عبد الله مامدو دار اللقاء حول تعزيز أنشطة اللجنة على مستوى دول المجموعة وتقييم المشاريع الإنمائية الزراعية والرعوية التي تشرف عليها اللجنة. تقرير محمد حسن آدم.
بهدف تعزيز قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الوطني والبحث عن السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الغذائية وتأمين الغذاء للمواطنين. جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التنمية الزراعية عمر بن داود مع الأمين التنفيذي للجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف بالساحل سيلس عبد الله محمد، ودار اللقاء حول ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الجفاف والأزمة الغذائية، وكذا تقييم أنشطة المشاريع الزراعية والرئوية التي تشرف عليها اللجنة على مستوى الدول الأعضاء، وغير ذلك من البرامج والخطة المشتركة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الشريط الساحلي. كما أشار الأمين التنفيذي للجنة السلس عبد الله محمد بأن هذا اللقاء سمح بالتباهس حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا التحضيرات الجارية لتنظيم مجلس الوزراء ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي يمهد الطريق لتنسيق عمل اللجنة لبلوغ الأهداف المنشودة، مضيفا بأن اللجنة ستعمل ما بوسعها لدعم جهود الحكومة من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي والرئوي. ترأس صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مغنا جومنتا اختتام ورشة المصادقة على التقرير الختامي لعملية دمج المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية التي نظمها المعهد التقني للابتكار من أجل التنمية بالتعاون مع شركائه. محمد السليك غلام. ورشة المصادقة على التقرير الختامي لعملية إدماج المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية التي نظمها المعهد التقني للابتكار من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة والشركاء تصل إلى نهايتها، وعلى مدى 3 أيام تعرف المشاركون على أهمية دمج المناهج التعليمية الأساسية وتسخيرها لصالح تلاميذ المدارس الابتدائية، لا سيما تعزيز تدريس مادة الرياضيات. نحاول بقدر الإمكان من خلال هذه العملية وهذه التجربة دمج 6 سنوات من حيث المحتوى ومن حيث السنوات إلى 3 سنوات لمعرفة آثار ذلك على مستوى المدرسي والتربوي والتعليمي من حيث تفادي مسألة التسرب ومسألة الغياب وغير ذلك من المسائل وعلى رأسها الرسوب المدرسي. وقال المدير العام للمعهد التقني للابتكار من أجل التنمية خالد فضل ديتم إن مؤسسته ومنذ تأسيسها نفذت العديد من البرامج التعليمية ودربت عدد كبير من مدرسي التعليم الأساسي في العاصمة إنجمينة وبعض ولايات البلاد، وذلك من أجل التكيف مع المناهج الدراسية الجديدة التي تساهم في تعزيز المستوى التعليمي للأطفال. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مغنا جومنتا أشاد بهذه المبادرة التي تدعم بشكل مباشر أنشطة وزارته من أجل تطوير المدرسة الابتدائية التشادية، وقال بتوجيهات من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعبر المركز الوطني للمناهج تعمل على إعداد منهج يتماشى مع واقع تلاميذ المدارس، مشددا على الإسراع في تنفيذ ذلك خلال العام الدراسي الجديد. هذا وتوجت المناسبة بزيارة تفقدية إلى مطبعة المركز الوطني للمناهج التي ستطبع النسخ الجديدة للمناهج الدراسية. اعتمد المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي مساء اليوم تقرير اللجنة رقم 3 الخاصة بلجنة الحقوق والحريات الأساسية، ذلك بعد يومين من المناقشات المستفيضة. تقرير محمود موسى الفيل. حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حق الدفاع، المعاملات غير الإنسانية، حقوق المعاقين وحماية الطفولة، الضمان الاجتماعي، حرية الصحافة والعلاقات بين وسائل الإعلام والسلطات العامة، هذه المواضيع هي أبرز النقاط التي يحتويها تقرير اللجنة رقم 3 لجنة الحقوق والحريات الأساسية الذي ناقشه المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي خلال جلستي 20 و21 من الشهر الجاري. مناقشات مستفيضة ومداخلات مختلفة سمحت للمشاركين بدراسة ومناقشة كل النقاط التي وردت في تقرير اللجنة، مقدمين بعض المقترحات لتعديل وإضافة ما هو أفضل بحسب ما يراه المشاركون للخروج بنتائج وتوصيات مثمرة تؤخذ في الحسبان. هذا وبعد استراحة قصيرة من جلسة هذا اليوم عاد المشاركون لاستئناف أعمال الحوار
حيث قرأ المقرر العام لرئاسة هيئة الحوار ليمان محمد ملخص أعمال الجلستين موضحا بأن المداخلات كانت غنية وصريحة وأن اللجنة ستأخذ كل المقترحات والمداخلات القيمة بعين الاعتبار للعمل بها في إعداد التقرير النهائي لملخص أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي. عقب ذلك اعتمد المشاركون تقرير لجنة الحقوق والحريات الأساسية وهو ثالث تقرير يعتمده المشاركون منذ بداية جلسات مناقشات اللجان الموضوعية الخمسة. وفي نفس مساء هذا اليوم شرع المشاركون في مناقشة تقرير اللجنة الموضوعية رقم 4 وهي لجنة السياسات العامة القطاعية. هذا وعقب اعتماد تقرير هذه اللجنة المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية فقد التقى الزميل عباس بكر مصطفى ببعض المشاركين الذين عبروا عن انطباعاتهم حول هذا الموضوع. نتابع. القانون والحريات ده تكلمنا فوقه كتير لأنه بس يعني يخلي التشهدين يكونوا يعني دائما وأبدا في حرية يعني كاملة ويحج في أي شيء لدوره والحوار ذاته يعني بيجي لنا سيادي. اليوم جينا كريبريزنتانا جين جينا من أمس قاعدين نناقش في الدروا فوندمنتال الدروا والليبرتي فوندمنتال طبعا من أمس ناقشنا في ناس هجوا أنتوك هجوا كلام كثير في الدروا دي لافام الدروا دي زنفا كلام ده كله كنا ناقشنا والوم طبعا الناس جابوا كلام كثير واخيرا جينا لقينا الكونسنسس. اول القانون الحريات الاساسيه الناس اللي اشتغلوا فيها ناس كلهم اكسبيرينس ولما جابوها سووا برزنتاسيون اول قدموا المسوده الناس كلهم عجبهم جدا وفي حاجات ضافوا مثلا بتاع الصحافه اهم واحد لانه في قوانين كان منتهكة بتاع الصحافة وأجاز لهم هنا. في حرية الإعلام اعتمدوا الكثير القوانين الثلاث 32 و 28 ومشروع المرسوم كل هذه تتحدث عن حرية الصحافة ومكانة الإعلام والبحث عن حقوقهم فحقيقة كل هذه الأشياء اعتمدت وبعض التي لم تعتمد. نحن تحدثنا عن حرية أو اعتماد واحترام بطاقة الصحفي لأن بطاقة الصحفي تعتبر بطاقة مثلها ومثل البطاقات التي مثل البرلمانيين وغيرهم. ميديا الميديا في انترنت دول كله واجب كل ده يلقوا فرصة ويمبليكي ناس هنا الميديا ده أصل يخيروا اللواء وحاجات مش تسألنا مش الإكزامبل الأما يخيروا يبقى حق اوتوريتي لا كومونيكاسيون الميديا ديمن بنسونا وقالوا شنو تشات جديد يبقى بالميديا كله وميديا يلعبوا جوي رول امبورطان كوادر راه فريمون خدموا بنيه واحد الادوبسيون كله انا نقول كي فريمون في دير باوز امبرسيون اذا نقول فريمون اننا قاعدين نخدموا الخدمه ماشي عادل وواجب نشكروا ناس الخدمه ده. يشارك في أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي أكثر من 1500 مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي. من بين هؤلاء المشاركون يوجد مشاركون قدموا من داخل ولايات البلاد. حول ذلك الموضوع فقد عد لنا الزميل عباس أبكر مصطفى التقرير التالي. منذ إطلاق أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي في شهر أغسطس المنصرم فإن مشاركة الوفود القادمة من ولايات البلاد كانت حاضرة في القاعة الكبرى لقصر 15 من يناير وهذا الحضور يترجم مشاركتهم عبر المناقشات والمداولات في أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي وبخاصة في مجال صنع القرار عبر تقديم الاقتراحات للمساهمة في بناء تشاد الغد كما استعرض المشاركون من الولايات تطلعاتهم في الحوار لا سيما تطبيق مخرجاته. المهم ده الأسف قرارات الفلنا في ديالوج ده المهم ده الحالي تبك. بالنسبة للصلح الوطني ده أنا نقول يعني الصلح ده ما هن فلان ولا لي فلان نينا كلنا أبناء تشات الداخل والبرة ندوروا كل كلمنا تبقى واحدة وندوروا العافية وندوروا السلام وندوروا كيف أننا سأليهم الكبار السن ده بعدين نقدروا نخلوا البكال لإيالنا ده بدون مشاكل. البداية ده بدينا شيء صعب لكن هسا أي شيء ده غاي يمشي عديل
كان شغال وادين كان برجله كله كان عدله واي تم ده كان ادوبتي بكونسنسس. الولايات 23 للبلاد كان لها مشاركة عبر ممثليهم في أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي من خلال ترك بصمات واضحة بحيث كل مشارك يدلي برأيه حول المواضيع المدرجة في جدول أعمال مختلف الجلسات. أطلق المدير العام النائب بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بصالة الاجتماعات للمعهد الوطني العالي للأشغال العامة الانطلاقة الرسمية للمسابقة الكبرى لجائزة السلام، حيث حضر المناسبة ممثل وزير الشباب والرياضة ومنسق منظمة الأمم الأفريقية من أجل السلام وحل النزاعات عبد الله محمد فلاتي. تقرير جعفر عمر أبو بكر. من أجل المساهمة وتعزيز السلام في المجتمع التشادي، أطلقت منظمة الأمة الأفريقية من أجل السلام وحل النزاعات مسابقة كبرى لجائزة السلام بين الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، وتهدف المسابقة إلى ترقية التنوع الثقافي وتطوير اللغتين الرسميتين تحقيقا لمطلب الثنائية اللغوية. ممثل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور ديمونكو مواندي أشاد بهذه البادرة الوطنية لترقية الشباب عبر المسابقة الكبرى لجائزة السلام، مطالبا المتسابقين أن يتحلوا بروح الوطنية. وتطرق مدير البحث والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور زاكين دانغبي عن أهمية هذه المسابقة. نقول الجن ده السلام ده مهم، كان في تشاد، كان في أفريق، كان في أوروبا، كلها الناس اللي لقيت الظلم ده سلام. ونشير إلى أن هذه المسابقة شارك فيها أكثر من 100 متسابق ومتسابقة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إرساء السلام بين الشعوب. نظم صباح اليوم اجتماعا من أجل مكافحة أمراض سوء التغذية وتدريب العاملين في مجال التغذية. كانت المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة العامة إسماعيل بحر بشر والأمين العام لوزارة الاقتصاد إلى جانب ممثل برنامج الغذاء العالمي وسفير الاتحاد الأوروبي. تقرير إبراهيم محمد موسى. دعما لتطوير مجال الصحة العامة، جاء هذا الاجتماع للجنة التوجيهية لمشروع التدريب على التغذية، حيث تخللت هذه الجلسة بالعديد من المداخلات أبرزه كلمة ممثل برنامج الغذاء العالمي أنريكو بوسيلي الذي قال إن المشروع يدخل في إطار مكافحة المجاعة لمواجهة التحديات عبر تدريب العاملين في مجال التغذية وتقوية قدراتهم باكتساب المهارات في مكافحة سوء التغذية. أما سفير الاتحاد الأوروبي مارتن ويسي قال إن دعم المشروع يدخل في إطار دعم المشاريع الذي خصص له الاتحاد ما يقارب 50 مليون يورو من أجل دعم المجالات التغذية والمياه وغيرها من المشاريع التي تدخل في ذلك الإطار، ويساهم المشروع في مجال الأمن الغذائي. في مداخلته الأمين العام لوزارة الصحة العامة دكتور إسماعيل بحر بشر قال إن المشروع أتى بمبادرة من الحكومة التشادية وبدعم من شركائها، ويشمل دعم جميع المهتمين به من أجل تدريبهم وتكوينهم فيما يتعلق بالتغذية وكذا مكافحة سوء التغذية. صباح اليوم الأمين العام النائب لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة افتتاح أعمال ورشة العمل للتحقق من صحة الإطار المرجعي حول النظام التعليمي التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو قبل أيام من الدخول المدرسي للعام الحالي 2022-2023. تقرير حسين جبريل خرسة. ورشة تقييمية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتعاون مع اليونسكو لصالح أمال الوزارة تهدف للتحقق من صحة الإطار المرجعي حول النظام التعليمي. وفي مستهل المناسبة تطرق المدير العام لإدارة التوجيه والهيا المدرسية لول ألي شوا عن الهدف من هذه الدورة. دور نشوفه إتاي دورة كل جانر كادر كان لنا إلا نسوي إيفاليشون نلقو نقطة ضعف هنا
أنا تلميذ، أنا كتب، أنا بروغرام، أنا معلم، أنا كل كده. أما المدير العام لمنظمة اليونسكو بدول إفريقيا المركزية بول رايموندو كوستير قال إن منظمة اليونسكو تؤكد دعمها الدائم لوزارة التربية الوطنية في سعيها الحثيث لتحقيق التعليم الجيد، ولن تدخر اليونسكو جهدها في تقديم خبراتها في هذا المجال. أثناء افتتاحه للدورة، المدير العام النائب لوزارة التربية الوطنية برونغبا سيليستين حث المشاركون على ضرورة قراءة وتقييم جميع المعايير المقترحة في هذه الوثيقة والتحقق من صياغتها لإنجاح التعليم والعملية التربوية، وهذا ما تهدف إليه السلطات العليا للمرحلة الانتقالية بالبلاد. كما ثمن جهود منظمة اليونسكو لوقوفها الدائم مع تشاد في مجال التربية والتعليم، ويشار إلى أن هذه الدورة تستمر لمدة 3 أيام على التوالي. شهدت المدرسة الوطنية للإدارة افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمها النظام الوطني للمحامين مكتب تشاد لصالح أعضائه والمحامين المتدربين، وذلك بهدف تمكينهم من إتقان القواعد الأخلاقية الرئيسية لمهنة المحاماة. تقرير ياسر محمد أحمد. تأتي هذه الدورة التدريبية التي نظمها النظام الوطني للمحامين مكتب تشاد لصالح أعضائه والمحامين المتدربين بهدف تمكينهم من إتقان القواعد الأخلاقية الرئيسية لمهنة المحاماة وتحسين تحرير القواعد الإجرائية واكتساب الممارسات الجيدة في إدارة الأخلاقيات والسلوك المهني للمحامين. هذا وخلال افتتاحه لعمال هذه الدورة، رئيس مجلس النظام الوطني للمحامين جيراندي لاغير جينور قال يجب على المحامي أن يطلع ويصنع الفرص عبر البحوث والتدريبات المكثفة لرفع كفاءاته في جميع النواحي، وأن يعمل بضميره وترك المسائل الشخصية، إذ أن المحامي يلعب دورا محوريا في توفير شروط المحاكمة العادلة، ولذا فإن تكوينه وتأهيله يعد في صميم اهتماماتهم. تجدر الإشارة إلى أنه خلال 4 أيام سيناقش هؤلاء المشاركون في هذه الدورة قانون وأخلاقيات المحامي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. ترأس محافظ مقاطعة شايبة قرميح حسن شريف أنشطة أعمال الورشة التقييمية لمشروع تعزيز الإنتاج الزراعي بولاية شايبة قرميح بحضور منسقة المشروع وعدد من الخبراء والفنيين. سنوسي عمر وتفاصيل. يأتي هذا الاجتماع الذي ضم اللجنة الولائية لتقييم وتنظيم المشاريع الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مشروع تعزيز الإنتاج الزراعي الرعوي بولاية شايبة قرميح، وتتيح هذه الورشة فرصة لمناقشة أهم المشاريع التي تم تنفيذها. ودعا محافظ مقاطعة باقرمي حسن شريف المشاركين متابعة مشاريع التجمعات الزراعية الريفية ومدى معرفة إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الموسم الزراعي لهذا العام. منسقة مشروع تعزيز الإنتاج الزراعي بولاية شايبة قرميح أوتينغارتي ماجيمباي قالت إن المشروع يعمل منذ عام 2019 بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويعمل مشروع الإنتاج الزراعي لدعم الأنشطة الزراعية الرعوية بمختلف المقاطعات. ووفقا لاستراتيجية عمل المشروع يغطي أكثر من 6000 كيلومتر لمساحات زراعية شاسعة، وتقديم البذور المحسنة للمنتجين الزراعيين ودعم قطاع الثروة الحيوانية. وتعد هذه الورشة فرصة لمناقشة أهم المشاريع التي تم إنتاجها خلال موسم هذا العام. قامت عدة منظمات إنسانية برفقة المندوب الولائي للتنمية الزراعية بولاية شاري الأوسط بجولة ميدانية لبعض المناطق التي تعرضت للفيضانات، ذلك بهدف تقييم الخسائر وكيفية مساعدة المتضررين. تقرير أحمد داود. الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية شاري الأوسط هذا العام خلفت وراءها إتلاف أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من 600 راس من الماشية نفقت أو فقدت بسبب الفيضانات. المحافظات التي تضررت أكثر بسبب السيول هي كل من باركو، لاك إيرو وجران سيدو. بعثت المنظمات الإنسانية ومندوب التنمية الزراعية بولاية شاري الأوسط أبدوا أسفهم الشديد لهذا الوضع الإنساني، وأكدوا أن المواطنين في هذه القرى التي غمرتها المياه يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة لأنهم فقدوا السكن والمأوى وحتى الغذاء.
المسؤول التقليدي لمنطقة بالينبا تانجي نغردوم دعا الحكومة التشادية والمنظمات الإغاثية والإنسانية تقديم يد العون لهم مؤكدا أنهم فقدوا كل محصولهم الزراعي لهذا العام بسبب السيول. كما أكد المندوب الولائي للتنمية الزراعية بالشرق الأوسط أن زيارة البعثة تدخل في إطار التعرف والتحقق من هذه الكارثة الإنسانية بغية إحصاء الخسائر مما يسمح للحكومة بتقديم المساعدات للمتضررين. أطلق الأمين العام لولاية البطحاء عبد العزيز مائي محمد أعمال الورشة التدريبية حول التقييم التشاركي الذاتي الممول من قبل مشروع تعزيز إنتاجية المزارع الرعوية الزراعية الأسرية والصمود في آتيا. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. بعد 3 سنوات من التدخل في ولاية البطحاء يقوم مشروع تعزيز إنتاجية المزارع الرعوية الزراعية الأسرية والقدرة على الصمود المعروف اختصارا بريبيخ بإجراء تقييم ذاتي تشاركي لأنشطته. فخلال ورشة العمل هذه سيقوم أصحاب المصلحة وهم أعضاء فريق المشروع مسؤولو الخدمات اللامركزية المسؤولة عن التنمية الريفية رؤساء الكنتونات والأعيان الذين يمثلون المستفيدين ومسؤولو المنظمات غير الحكومية الشريكة بمراجعة مناهج التنفيذ والإنجازات. هذا وإن مشروع ريبيغ وفقا لمنسقه بولاية البطحة حامد كرام هو مشروع بادرت به الحكومة التشادية ويحظى بدعم مالي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفيدا وصندوق المناخ الأخضر. نيابة عن الوالي حتى الأمين العام لولاية البطحة عبد العزيز مي محمد المشاركين على تبادل جميع الملاحظات التي دونها كل منهم حول التنفيذ وتقديم التوصيات الخاصة بتعديل المشروع. أطلق مشروع جودة التعليم بتشاد دورة تدريبية لصالح التربويين بولاية وادي فراء، حيث تهدف هذه الورشة إلى رفع كفاءات المعلمين في مجال التعليم. ترأس المناسبة ممثل المندوب التربوي بالولاية. تقرير حسنين محمد حسن. في قضم عملية تنشيط المستوى التعليمي في تشاد، مشروع تعزيز جودة التعليم الأساس بروكي بتمويل من وزارة التنمية والتعاون التابعة للاتحاد السويسري، هذه الورشة التدريبية لصالح المهيئين التربويين على مستوى التعليم الأساس. تهدف هذه الدورة على وضع عاليات وأسس تربوية تسهم في رفع كفاءة المعلمين ولا سيما التلاميذ في مجال التعليم. المسؤول التربوي لمشروع تعزيز جودة التعليم الأساس لوادي فراء آدم حسين عثمان مقدما شكره لمفتشي التعليم الأساس الذين توافدوا من مختلف المحافظات لحضور هذه الدورة التدريبية التي تدخل في إطار تعزيز جودة التعليم، داعيا المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم خلال هذه الأيام لتخصيص المواد والمنهجية بشكل أفضل إلى معلمي المدارس. ممثلا لمندوب التربية الوطنية وترقية المواطن عثمان عبد الله، تدخل مثل هذه الورش التدريبية لبناء القدرات وتحسين نوعية التعليم في تشاد من خلال سلسلة التدريب المستمر بالموضوعات المتعلقة بالابتكار التعليمي الذي طورته بروكيب، ومقدما شكره للحكومة التشادية مع شركائها المانهين في مجال التعليم لأن ذلك يدخل ضمن خطط الحكومة الرامية إلى النهوض بالتعليم ولا سيما المحور الأساس. ونشير بأن هذه الدورة تستمر لمدة 6 أيام. نظم مناضلو حزب التجمع الديمقراطي التشادي برنامجا بهدف تنوير الشباب بنشاط الحزب وأهمية وجود الشباب في الساحة السياسية لأنهم يمثلون مستقبل البلاد. بشارة محمد صالح وتفاصيل. 26 عاما مرت على التمام والكمل من تأسيس حزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطيين التشاديين إرندتي لاريفي، لذا احتفل مناضلو ومناضلات الحزب هنا بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامة بهذه الذكرى. المناسبة تضمنت عدة كلمات جلها تنصب حول تضافر الجهود لمناضلي الحزب مساندة حكومة البلاد في جلب الأمن والاستقرار، فضلا عن التعايش السلمي والعيش المشترك بالولاية. أما من جانبه المسؤول الولائي للحزب بسلامات محمد موسى بوغاي قال بأنهم من خلال تلك المناسبة يؤكدون تضامنهم التام خلف سياسة الرئيس المؤسس للحزب
بايمي باتاكي البارد الرمية إلى السلام والتماسك الاجتماعي وكذا المصلحة الوطنية. مقدمون شكرهم في الوقت ذاته لرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس الدبي إتنو على مساعيه الحميدة التي اتخذها بشأن تنظيم الحوار الوطني الشامل والسيادي. هو دليل على الرغبة الصادقة والنية الحسنة الساعية دوما إلى السلام والعيش المشترك بين جميع طبقات المجتمع. بيان من الشركة الوطنية للمناجم والمراقبة في إطار عملية تنظيم قطاع التعدين ووفقا لتوجيهات السلطة العليا في البلاد، فإن الشركة الوطنية للمناجم سوناميك تخبر جميع شركات المناجم والمجموعات المنجمية والفاعلين أو الذين يرغبون العمل في منجم كوري بودي أن استئناف الأنشطة بمنجمي كوري 35 و60 سيكونان مفتوحان ابتداء من 19 من سبتمبر للعام 2022 للجميع، وعليه مطلوب من جميع الفاعلين المعنيين القدامى والجدد الذين يرغبون في التنقيب عن الذهب بطريقة تقليدية الذهاب نحو الأقسام المعنية للشركة بموقعي كوري 35 و60 بجميع وثائقهم الإدارية وهوياتهم الوطنية لأجل المراقبة والتسجيل البيومتري. ومن ناحية أخرى تود الشركة إبلاغ المنقبين السابقين أن جميع الأشياء الخاصة بالتنقيب المتواجدة بالمواقع تعتبر من الآن فصاعدا ملكا للدولة وتدار عبر الشركة. كما توضح الشركة أيضا أن الأسلحة النارية والبيضاء ممنوعة منعا باتا في جميع المواقع، وكل من يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية. توقيع المدير العام للشركة آدم نكي شرف الدين. نهاية النشرة، موعدنا معكم يتجدد غدا بمشيئة الله. كونوا في الموعد. في أمان الله.